طابت اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه والتي نبداها بالعناوين. موقع دولي يقول الحوثيون يطمسون صور النساء في صنعاء لتعجيل النصر. عدن الغد يعلق حول اول تاكيد اماراتي رسمي على نهب مقدرات سقطرى. موقع اخباري يروي رحله شاب من قاعات الدراسه الجامعيه الى جبهات القتال. ومن بي بي سي جون ماكين يطلب من البيت الابيض عدم السماح لترامب بحضور جنازته. اهلا بكم بقى. حين كانت ميليشيات الحوثي تستعد للسيطرة على عاصمة اليمنيين صنعاء، وضعت الصحفيين ضمن أهدافها الأولى وبحثت عنهم في كل مكان، اعتقلتهم وأغلقت قنواتهم وصحفهم. وفقا لتقرير حديث فإن 400 صحفي في اليمن شردوا، وكانت صنعاء أكثر المناطق التي نزح منها الصحفيون. وقال التقرير الذي نشر الموقع بوست مقتطفات منه إن غالبية الصحفيين فروا إلى مناطق داخل اليمن وخارجه حفاظا على حياتهم وهروبا من الملاحقات والانتهاكات. وأضاف التقرير الذي عد لصالح مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن حالة التشرد والتهجير القسري التي تعرض لها الصحفيون اليمنيون في المرحلة الراهنة تعد الأكبر في تاريخ اليمن. واحتلت صنعاء الخاضعة على سيطرة الحوثيين المركز الأول بين المناطق الأكثر طرداً للصحفيين نظراً لحجم الانتهاكات التي تعرضوا لها، تليها محافظة تعز ومحافظة عدن ثم الحديدة ومحافظة حضرموت من إجمالي عدد الصحفيين المشردين. وأكد التقرير أن مدينة عدن أكثر المناطق الداخلية جذباً للصحفيين المشردين من مناطق مختلفة في اليمن. لم أعد أعمل في سفارة الجمهورية اليمنية في باريس. نعم، لم أعد أعمل وأتوقفت عن العمل منذ ثلاثة شهور بعد أن اشتغلت لتسعة شهور بالمجان دون رواتب أو أي حقوق، معلقا إلى أمل التمديد. لم يتم التمديد بعد طول انتظار نتيجة لتدخل من مكتب الرئاسة الجمهورية بحجة أن مصطفى ناجي يكتب في الفيسبوك كتابة تنال من شخص الرئيس. هكذا يبدأ الدبلوماسي اليمني في فرنسا مصطفى ناجي مقاله معلقا على قرار عدم التجديد له للاستمرار في عمله، والسبب أنه ينتقد الفساد ويكتب ضد الفاسدين المتغولين في مفاصل الدولة. ويضيف مصطفى: ها أنا أنهي فترة عملي الدبلوماسي في باريس في ظروف بالغة السوء على الصعيد الشخصي والعائلي، وبتهمة حمقاء من أشخاص أزعجهم حديثي عن فساد الشرعية وعجزها. وعندما كنت دبلوماسيا عاملا احترمت واجبي الوظيفي على أكمل وجه. أترك باريس تفاديا لقرار قضائي بالطرد من السكن لتخلف دفع الإيجارات. لقد نالني من هذه الوظيفة ضرر كبير وتعب أكبر، وجزء مما عانيته وأعانيه شخصيا أو عائليا تكون وزارتي سببا رئيسا فيه. في الحقيقة نحن أمام عصبة في الرئاسة لها ارتباطات مماثلة في بقية الدوائر الحكومية ومنها الخارجية حديثة العهد في إدارة الشأن العام والحكم، ولم تأتي إلى وضعها هذا إلا بالصدفة، وليس لها من دربة الأمر شيء، ولهذا فإنها تميل إلى الدكتاتورية في كل شيء، وتطلب منا أن نمجدها على سلوكها وظنها أنها تستحق الحمد والثناء لمجرد أنها تمثلنا في مواجهة الانقلاب وتأكل حقوقنا وتصادر مستقبلنا. لا أنتمي لشيء غير اليمن وثورة فبراير ومشروعها في إقامة دولة القانون دون فساد ولا عصبويات ومخاوف أمنية أو مخاوف في الأمن الوظيفي، ولا أقايض ذلك بشيء لأن ما دون ذلك هو حريتي وحياتي. ليعلم الجميع أن حال موظفي الخارجية في السفارات لا يسر، ومع هذا حشر في السفارات 180 دبلوماسيا من خارج الوزارة بلا تأهيل ولا لغات، ولكن لمجرد أنهم أقارب لنافذين. لقد فقدت وزارة الخارجية الاتصال بما لا يقل عن 250 دبلوماسيا أصيلا عاملا من كادرها، ورمت بهم في المناف والشتات، وهذا عبث تتحمله تلك العصبة الخفية.
في حقيقة الأمر الذين وصلوا إلى مفاصل الدولة على أكتاف فبراير يريدون منا أن نترحم على زمن علي عبد الله صالح، لولا أني قد قطعت عهدا على نفسي ألا أرجع إلى الوراء وألا ألعن نفسي. أتصور أن الرئيس هادي يستيقظ كل يوم يجد أمامه ملفا لصور منشوراتنا، يغضب من هذا ويبعد هذا ويقرب ذاك. هذا تسفيه لوظيفة وشخص رئيس الجمهورية، والإساءة الأكبر للرئيس تأتي أولا من المقربين منه والذين يتصرفون باسمه، فيجعلونه طاغية زمانه ويسفهون مشروعه الاتحادي بقرارات وتصرفات حمقاء. يقول جهاد البريهي في حديثه لموقع المشاهد نت إن حلمه الأكاديمي تعثر حين دخلت جماعة الحوثي صنعاء قبل 4 سنوات، ومعها بدأت الأوضاع في طريقها إلى الحرب والتضييق من قبل الجماعة المشبعة بروح الطائفية والمناطقية، ولكن ليس هذا كل ما حدث مع الشاب. فوفقا لموقع المشاهد نت فإن جهاد شاب سحقته الفاجعة وحوله الإهمال إلى معاق. ويضيف جهاد: تم تشكيل حركة وهج الطلاب في جامعة صنعاء كحركة طلابية معارضة لممارسات جماعة الحوثي ورافضة لنهجها القمعي، حيث كان للحركة حضور قوي مع مختلف المكونات الشبابية الرافضة لجماعة الحوثي. كان على جهاد بعد أن شددت جماعة الحوثي من سياساتها القمعية ضد كل معارض لها أن يغادر صنعاء إلى تعز. لم تمضي شهور حتى قدمت جماعة الحوثي إلى مدينة تعز للسيطرة عليها كعسكريا. كان جهاد من أوائل الشباب الذين نذروا أرواحهم للدفاع عن أرضه، وخلال ما يزيد عن سنة من العمل ضمن المقاومة الشعبية في تعز ضد جماعة الحوثي، كان جهاد يتنقل من جهة أو من جبهة إلى أخرى، وتعرض في إحدى المواجهات المسلحة إلى إصابة بالغة في الرأس برصاص قناص حوثي. ظل يصارع الألم والمعاناة المرضية جراء الإصابة الخطرة، وكان عليه حسب الأطباء أن يغادر إلى الخارج للعلاج. لكن ونتيجة إهمال الجهات الحكومية تفاقمت حالته الصحية وظل في غيبوبة كاملة لمدة 2 شهر حتى أفاق وقد فقد إحدى قدميه وأصبح عاجزا على مواجهة الحياة. إلى موقع عدن الغد والذي تابع مجريات أحداث سقطرى وعنوان الموقع: أول تأكيد إماراتي رسمي على نهب جزيرة سقطرى ومقدراتها. وعلق الموقع: أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء رسميا قيامها بنهب جزيرة سقطرى ومقدراتها. وجاء الاعتراف وفقا لموقع عبر صحيفة الاتحاد الإماراتي التي قالت أن الإمارات باتت تملك 30,000 زوجا من طائر الغاق السقطري. وأكدت تقارير صحفية سابقا أن الإمارات قامت بنقل كميات هائلة من الطيور والأشجار والكائنات البحرية للإمارات من سقطرى. وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتي التي نشرت الخبر، فقد أكد الدكتور سالم جاويد مدير إدارة التنوع البيولوجي البري بالإنابة في هيئة البيئة بأبوظبي أن حالة طيور الغاق السقطري في أبوظبي مستقرة بوجود 30,000 زوج متكاثر تتوزع على جزر عدة في الإمارة، أهمها قصر لوه وأم قصر ودينا والجزر الغربية. هل هو احتلال؟ تحت هذا العنوان كتب عدنان هاشم مقاله المشهور في يمن مونيتور مضيفا في أجزاء منه: تفشل الحكومة اليمنية في التعبير عن المصطلح الرئيسي لخلافاتها مع دولة الإمارات في سقطرى، لكنها على الأقل قدمت توصيفا لما يجري في الجزيرة الاستراتيجية الموجودة في المحيط الهندي، فقالت إن محور الخلاف مع الإمارات يرتكز حول السيادة ومن يحق له ممارستها، وبذلك تكون الحكومة قد قطعت نصف الطريق لتعريف ما يجري. وفق لائحة لاهاي 1907 فإن ممارسة جيش دولة السيادة على أرض أجنبية خارج أراضيه وممارسة السلطة الفعلية فيه يعد احتلال. هذا التوصيف أي الاحتلال وفق القانون الدولي، سواء كنت مع الوجود العسكري الإماراتي أو ضده فهو احتلال، لأنه يطلق عليه هذا المصطلح، فلا ينظر التوصيف إلى ما أدى إلى الوجود العسكري حتى ولو أطلق عليه اجتياحا أو تحريرا أو إدارة أو احتلال. فالحقائق على الأرض هي ما تحدد ماهيته. تدخلت الإمارات ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن من أجل دعم الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً،
جاء هذا التدخل بناء على قرار لاحق برقم 2216. يفرض هذا القرار دعم الحكومة الشرعية وإدارتها للمحافظات اليمنية، كما يفرض في نفس الوقت وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ليس فقط ضد الحوثيين بل أيضا ضد أي طرف يستهدف وحدة الأراضي اليمنية ويستهدف الحكومة الشرعية. يمثل الوجود العسكري الإماراتي في سقطرى احتلالا مكتمل الأركان يصعب الحصول عليه في عدن أو حضرموت أو في أي منطقة أخرى، لأن القوة الموجودة في المطار والميناء قوات إماراتية جاءت من أبو ظبي، فيما القوات الموجودة في عدن هي قوات في الأصل يمنية بإدارة إماراتية، وعلى الرغم من كون تلك الصورة نوعاً آخر من الاستعمار. داهم مسلحون ببزات مدنية وعسكرية محله التجاري وسط العاصمة صنعاء، أزالوا لوحات تظهر وجوه نساء وغطوا أخرى لم يستوعب علي، وهو شاب يمني يملك متجراً لبيع فساتين الأعراس، السبب قبل أن يبادره أحد المسلحين لماذا لا تغطي صور البنات في اللوحات أمام محلك، ويعنون موقع ارفع صوتك. الحوثيون يطمسون صور النساء لتعجيل النصر. يقول الموقع إن جماعة الحوثيين المدعومة من إيران شنت خلال الأسابيع الأخيرة حملة أمنية في العاصمة صنعاء لإزالة وتغطية وجوه النساء في اللوحات الإعلانية التي تتصدر واجهات محلات الحلاقة والملابس بذريعة أنها خليعة ومخلة بالأدب. صحف ومواقع محلية قالت إن مثل هذه المظاهر يعتبرها الحوثيون سببا في تأخر النصر الإلهي، في إشارة إلى الحرب الدائرة منذ 3 سنوات بين الجماعة والتحالف الذي تقوده السعودية. عبد الله الراعي، وهو رجل دين يمني بارز ينتمي لجماعة الحوثيين، يؤيد بشدة إجراءات جماعة أو جماعته، قائلا إن الصور بوابة للولوج أو الصور بوابة للولوج إلى المعاصي. وقال: وقبل أشهر داهم مسلحون حوثيون مطاعم ومقاهي فاخرة في صنعاء وأجبروها على توقيف الفتيات عن العمل بذريعة الاختلاط. يقول يمنيون إن هذه الإجراءات لا تختلف عن تلك التي اتخذها نظام تنظيم القاعدة خلال سيطرته على مدن ومناطق واسعة جنوبية وشرق اليمن في عام 2015. ويقول عادل، وهو شاب يمني: هؤلاء يرون وجه المرأة عورة وحراما، ويتناسون أن الحرام هو معاناة الناس بسبب الحرب. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. محكمة خاضعة للحوثيين، وكما قالت صحيفة العرب الجديد نقلا عن وكالة الأنباء اليمنية سبأ بنسختها الحوثية، تدين 109 متهمين بالحرابة والانتماء للقاعدة. المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة دانت محمد علي محسن الحارثي بجريمة القتل والاختطاف والاشتراك مع عصابات تتبع تنظيم القاعدة، وقضت بمعاقبته بالإعدام حدا وقصاصا والحبس سنة مع وقف التنفيذ للمدانة الثانية. وفي الجلسة ذاتها دانت المحكمة 9 أشخاص بالاشتراك في عصابة مسلحة للقتل والتقطع في بني سلامة بمديرية آنس بمحافظة دمار، ومعاقبة 3 منهم بالإعدام حدا وتعزيرا والحبس 5 سنوات لخمسة آخرين. وفي الملف الثالث دانت المحكمة 59 متهما بالاشتراك في عصابة مسلحة للتقطع ونهب الممتلكات العامة والخاصة، كما قضت المحكمة ذاتها معاقبة 4 منهم بقطع اليد اليمنى من الرزق حدا والحبس 3 سنوات للخامس وسنة للمدان السادس. ما
ما يقرب من 100,000 مهاجر في اليمن عام 2017 على الرغم من الحرب، كما أوردت صحيفة لوبوند الفرنسية والتي ذكرت في التفاصيل أن نحو 100,000 مهاجر معظمهم من القرن الأفريقي هربوا من بلدانهم عام 2017 للوصول إلى اليمن رغم الحرب، حسب ما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة. وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان إن حوالي 7,000 مهاجر يدخلون اليمن كل شهر، وأن العدد الإجمالي للوافدين لعام 2017 وصل إلى ما يقرب من 100,000 مهاجر. وقالت المنظمة أن هؤلاء المهاجرين فروا من العنف والفقر في القرن الأفريقي، خاصة في إريتريا والصومال وأثيوبيا، ويأملون في الوصول إلى دول الخليج العربي الأكثر ازدهارا وهم تحت رحمة المهربين. المحظوظين من المهاجرين يعثرون على عمل غير شرعي، والأقل حظا منهم يتعرضون لسوء المعاملة واعتداء جنسي وعنف. وكانت هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريرا في الشهر الماضي تدعي فيها أن موظفين من الحكومة اليمنية قد عذبوا واغتصبوا وأعدموا مهاجرين وطالبي لجوء في مركز احتجاز المهاجرين في البريقة بمحافظة عدن. الكاتب مصطفى فحص كتب في صحيفة الشرق الأوسط مقالا بعنوان إيران وتجرع السم الكوري، قال فيه: في خضم المواجهة الإيرانية الأمريكية حول مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، يلوح الزعيم الكوري الشمالي بورقة التخلي عن برنامج بلاده النووي مقابل ضمانة أمنية واقتصادية تحافظ على نظامه وتساعده على تجاوز محنته الاقتصادية. خطوات كيم الإيجابية تجاه الغرب من شأنها أن تربك تقديرات القيادة الإيرانية التي كانت تتلطى بالموقف الكوري الشمالي لسنوات، وتراهن دائماً على قدرة بيونغ يانغ في الالتفاف على العقوبات. وعدت طهران أن كوريا الشمالية استطاعت نتيجة لترهيب جيرانها والعالم بترسانتها النووية وصواريخها البالستية جر أطراف إقليمية إلى استرضائها، حيث استفادت طهران من تحدي بيونغ يانغ المستمر لواشنطن الذي خفف من حدة الضغط عليها وأتاح مزيداً من الوقت أمامها لكي تتمكن من إنجاز مشروعها النووي بعد أقل من 48 ساعة على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لقائه القريب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. نشر ترامب تغريدة له في حسابه على موقع تويتر أكد فيها أن موعد إعلان موقف إدارته من مستقبل الاتفاق النووي مع طهران قد حان. ولعل اختيار ترامب هذا التزامن في التوقيت محاولة أمريكية للاستفادة من المناخات الدولية الإيجابية نتيجة تقدم المفاوضات مع بيونغ يانغ التي قد تثمر تراجعاً كورياً عن المشروع النووي، مما قد ينعكس سلباً على طهران ويفسح المجال أمام واشنطن في توسيع مساحات الضغط عليها والاستفراد بها بعد أن تكون بيونغ يانغ قد سلمت مفاتيح منشآتها النووية لواشنطن بحضور بكين وموسكو، حيث باتت الأخيرة أكثر ارتباكاً من الصين في تعاملها مع ملف طهران، وهي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بتخلي إيران عن برنامجها النووي وهو خسارة اقتصادية لها، وإما الدفاع عنها في أزمتها مع واشنطن فتصبح موسكو بعد سنوات العاصمة الأوروبية الوحيدة في مرمى صواريخ إيران التقليدية التي قد تحمل برؤوس نووية. شبكة البي بي سي نقلت عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن السيناتور الجمهوري ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين أبلغ البيت الأبيض أنه لا يرغب بحضور الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب جنازته عند وفاته. ونقلت الصحيفة عن أوساط أسرة ماكين أنه يفضل حضور نائب الرئيس مايك بينس لجنازته نيابة عن البيت الأبيض. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ماكين قوله إن ترامب لا يمثل القيم الأمريكية عندما يمطر الطغاة بالمديح ويشكك في وسائل الإعلام التي لا تروق له ويتجاهل مسألة حقوق الإنسان ويحتقر اللاجئين. ومن بين ما تتضمنه مذكرات ماكين التي تحمل عنوان الموجة القلقة والمقرر صدورها في 22 من مايو الجاري، وصف قال فيه إن ترامب يعتبر الإطراء صديقه والنقد عدوه. وسخر ماكين من مستشاري ترامب السابقين
ستيفن بانون وسبستيان غوركا، وقال أنهما أكثر غرابة من ترامب معربا عن ارتياحه لخروجهما من البيت الأبيض الذي لم يشهد أوضاعا غريبة كهذه منذ استعصاء ويليام تافت في حوض الإحمام، في إشارة إلى ما وقع للرئيس الأمريكي أوائل القرن العشرين عندما كان يستحم في البيت الأبيض فعلق في حوض الحمام وماكين الذي يبلغ من العمر 81 عاما يخضع للعلاج من مرض السرطان في المخ ويوصف بأنه بطل حرب وثعلب سياسة وصريح الكلام. ومن صحيفة الشرق الأوسط نقرأ لكم موضوع حول مصير الشمس، حيث اتفق علماء الفلك منذ القدم على أن الشمس سيكون مصيرها هو الزوال، إلا أنهم انقسموا على ما سيحدث بعد ذلك. ولقد نقلت صحيفة الأنتيبيدد البريطانية دراسة جديدة تشير إلى أنه عند زوال الشمس سيحل مكانها جرم سماوي يعرف باسم السديم، والذي سيتكون عن طريق تجمع سحب الغبار والغاز التي كانت جزءا من النجم المحتضر. وأكد العلماء أن 9 من كل 10 نجوم ستتحول إلى هذا الجرم السماوي، وكان علماء الفلك سابقا قد أكدوا أنه وفقا للحسابات الرياضية فإن النجوم المنخفضة الكتلة مثل الشمس ليس بإمكانها تسبب في تكوين السديم، مشيرين إلى أن تكوينه يتطلب أن يكون حجمها ضعف الحجم الحالي، إلا أن هذه الدراسة الجديدة أكدت أن هناك العديد من الأمثلة لتكوين سديم ساطع مرئي من النجوم الكتلية المنخفضة جدا، مشيرين إلى أن كثافة الشمس كافية لهذا الأمر وأن السديم الذي سيليها سيكون بحرارة أعلى 3 مرات من حرارة الشمس. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تلغراف تظهر صور متنوعة لأبرز أحداث الأسبوع، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور، إلى اللقاء.